أهلا بكم أعزائي المشاهدين. النهاردة معنا خبر بعنوان أسامة خليل. أسامة خليل يقول: أحرجنا فيوتشر وندرس منتخب لاعبي الإسماعيلي مكافأة إجادة. أكد أسامة خليل المتحدث أصبح أكثر تماسكا الفترة الأخيرة، وهو ما ظهر بوضوح على اللقاء الأخير أمام فيوتشر والذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين. وقال خليل في التصريحات لبرنامج صباح اون تايم: شاهدت لقاء الامس من الملعب وروح لاعبي الاسماعيلي كانت رائعه، ونسعى للاستمراريه للمحافظه على عدم الخوف من الهزيمه وحصد النقاط. والاسماعيلي كان اكثر تماسكا في لقاء الامس رغم انه كان يواجه منافسا قويا وهو فيوتشر، ونجحنا في احراجه. ولذلك اثني على الجهاز الفني لحمزه الجمل. وأضاف المتحدث الإسماعيلي: حدثت مع رئيس اللجنة لصرف حافز اللاعبين ومكافأة إجادة لحفاظ اللاعبين على عدم الهزيمة، والقرار يرجع إلى اللجنة. وتابع خليل: لا شك أن أول خطوة للخروج من الوضع الحالي الاتفاق على هدف مشترك وإنقاذ النادي وعودته لوضعه الطبيعي، ولذلك يجب على الجميع أن يتكتف. الإسماعيلي حاليا يعاني من تراكمات كثيرة وبيع اللاعبين وعدم توفر البديل الكفء، وأولى الخطوات الفوضى للانهيار وإهدار المال العام. هذا أدى لمشكلة كبيرة، وهي أن النادي داخله ملايين لكنه لا يستفيد بها. وأضاف: لدينا أجندة من ضمنها تنمية موارد النادي، ولا يعني ذلك بالضرورة بيع اللاعبين بلاعبيه، كما كان هناك قصور في المهام المؤكلة للمجالس السابقة. لما تيجي تقول مش قادر ومش معاك فلوس، طب انت جاي ليه؟